السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تفك الحماية عن كارت ميموري او فلاشة محمية ضد الكتابة. طبعا كلنا في وقت بنقابل الموضوع ده هوت، فلو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، برجو ان انت طبعا تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا موجود على جهاز كمبيوتر، وجهاز الكمبيوتر ده انا موصل عليه فلاشه. تمام، الفلاشه دي تقريبا حوالي 4 جيجا. لو انا دخلت مثلا على الفلاشه ديت هلاقي ان الفلاشه ديت محميه ضد الكتابه. يعني مثلا على سبيل المثال لو حاولت ان انا احذف حاجه من عليها الاقي خيار الحذف مش موجود. اجرب مره تانية على ملف تاني، حضرتك شايف كده خيار الحذف هنا مش موجود، مش متنشط. مره تانية هتلاقي نفس الكلام. طيب لو انا رجعت وحبيت ان انا اعمل فرومات لهذه الفلاشة، اعمل لها عملية تهيئة زي ما حضرتك شايف كده، احاول ان انا اعمل لها عملية تهيئة، اقول له موافق، هيظهر معايا كده الرسالة ديت: القرص محمي ضد الكتابة. طيب هنحل مع بعض المشكلة ازاي دي ونرجع القرص شغال، اقدر امسح او احط عليه اي ملفات او اضع عليه اي ملفات. ده اللي احنا هنعمله مع بعض وهنتعلمه مع بعض. طبعا بالاضافه للمشكله ديت ان القرص ده ما ينفعش ان انا احط عليه اي ملف خارجي. يعني مثلا لو انا عملت مثلا نسخ من الملف خارجي للفلاشه، بص حضرتك هحاول ان انا اعمل له عمليه لصق، هو بيقول لي القرص محمي ضد الكتابه. تمام، نفس المشكله. طب هنحل ده مع بعض ازاي؟ ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في الفيديو. اول خطوه هتعملها حضرتك هتروح رايح على اللي هو خانه البحث اللي موجوده في شريط المهام بتاع الويندوز، وتحوله للغة الإنجليزية وتكتب CMD وتختار تشغيل كمسؤول، تقول له نعم، هيفتح طبعا معاك CMD بالصورة ديت. تمام، في مجموعة من الأوامر والخطوات هننفذها مع بعض في CMD هيحل لنا المشكلة دي بإذن الله. هفتح مع بعض طبعا اللي هي مجموعة الأوامر. إن شاء الله الأوامر دي أنا هتركها لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. أهم حاجة حضرتك تابع معايا الفيديو خطوة بخطوة، متحاولش ان انت تقدم او تجري عشان ما يحصلش معاك اي مشكلة. الاوامر هتتعمل طبعا بالترتيب. اول امر طبعا اللي هو ديسك بارت، هاخده نسخ واروح رايح على CMD، كليك يمين هتلاقي هو اتلزق لوحديه، اضغط على انتر. تمام كده اهوت. هذا الامر التاني اللي هو ليست ديسك، تمام كده اهوت، هاخده نسخ، روح رايح برضو على CMD، كليك يمين واضغط على انتر. الخطوة دي مهمة جدا حضرتك. هنا ظهر لي الهاردات المتصلة على جهاز الكمبيوتر بتاعي والفلاشة. زي ما حضرتك شايف كده ديسك زيرو، ده طبعا الهارد اللي عليه النظام هو 111 جيجا. ديسك ون اللي هو الهارد اللي انا مخزن عليه الداتا 931، يعني هو تقريبا 1 تيرا. الديسك تو اللي هي الفلاشة. الخطوة دي مهمة جدا جدا، وياريت حضرتك وانت بتعملها تتنبه لتعمل مشكلة في الهاردات بتاعتك. تمام، يبقى انا معنى كده ان انا لما هاجي اكتب هنا هكتب ديسك 2. تمام كده اهوت، هروح واخد بقى خيار ليست سيلكت ديسك 2. تمام، واعمل كليك يمين، اضغط على كليك يمين. طيب لو كانت انت الفلاشه بتاعت حضرتك موجوده مثلا ديسك 1، يبقى انت هتيجي هنا عند سيلكت ديسك هتخليه 1. لو كان مثلا ديسك 3 يبقى انت هتعمل سيلكت ديسك 3. يعني اهم حاجه شوف الفلاشه بتاعتك واخده انهي رقم، وانت ساعه ما تيجي تعمل سيلكت ديسك هتاخد الرقم بتاع الفلاشه بتاعتك. تمام، دي خطوه مهمه جدا، يا ريت ما تجريش فيها الفيديو عشان ما يحصلش معاك مشكله، وفي نفس الوقت نحل لك مشكله الحمايه اللي موجوده على الفلاشه او الكارت. الموضوع ده بينفع مع الفلاشه او الكارت. طيب اروح ضاغط اخد الخيار الثاني، اخده نسخ، واجي في CMD اعمل لصق، كليك يمين، هو بيتلز لوحديه، واضغط على انتر. زي ما شايف حضرتك كده ظهر لي البيانات بتاع الفلاشه. زي ما حضرتك شايف مكتوب على الفلاشه ان هي ريد اونلي يس، الخيار ده هنا متفعل. يعني معنى كده ان الفلاشه او الكارت الميموري اللي انا حاطه ده قرايه فقط، ما ينفعش يكون عليه كتابه. طيب هنحل المشكله ازاي دي؟ بالخيار الاخير، هاخد اللي هو الامر الاخير، هاخده نسخ واعمل لصق واضغط على انتر. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي ان تم الامر بنجاح.
كده انا شلت الحمايه اللي موجوده على الفلاشه. طب هنتاكد من الموضوع ده ازاي؟ بمنتهى البساطه حضرتك هتقفل الامر ده سي ام دي، تعمل اخراج للفلاشه بتاعتك من جهاز الكمبيوتر وترجع تركبها مره تانية. تمام. طيب هبدا اجرب بقى، انا ينفع اخد ملفات احطها على الفلاشه؟ كان قبل كده طبعا ما بيقبلش. هاخد مثلا الصوره ديت اعمل لها نسخ، افتح جهاز الكمبيوتر ادخل على الفلاشه، تمام، اعمل لها عمليه لصق. لاحظ حضرتك تم اللصق بنجاح. طيب لو انا وقفت على اي ملف في الفلاشه وعايز ان انا اعمل له عمليه مسح، تمام، هلاقي ان خيار الحذف اتفعل، تمام كده، ولو ضغطت هيتم مسح هذا الملف. الملف طبعا اتمسح. طيب نيجي بقى للخيار اللي هو كان بيعمل مشكله لناس كتير، ان انا لما اجي افرمت القرص ده سواء كان الكارت او اللي هي اليو اس بي الفلاشه ما بينفعش، يقول لي القرص محمي زي ما حضرتك شفت كده في بدايه الفيديو. طب انا هقف عليه كليك يمين وانزل عند تهيئه واجيب اللي هي التهيئه واعمل عمليه بدء، شوف ايه اللي هيتم. زي ما حضرتك شايف كده الرساله ما ظهرتش وتم اكتمال التهيئه بنجاح. يبقى معنى كده الفلاشه اهي اتحولت من قرص محمي ضد الكتابه لقرص فري ممكن تحط عليه ملفات، تمسح من عليه ملفات. الموضوع تم حله بنجاح. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه لان ده بيدعمنا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.